وبنبتدي مشاهدينا اولى فقراتنا بفقره الصحافه والجمعه 11/11/2011، ويمكن هو تاريخ بس مميز شويه لكن بيقولوا عنه حاجات كتير. يمكن بس احنا عايزين نقول عن بقيه فقراتنا النهارده، احنا عندنا فقره عن ازاي حكومه الظل، ودي هنتكلم عنها شويه مع ضيوفنا، قدرت توصل لصيغه لتعديل قانون الغاء الحالي وتطبيقه على المفسدين. ومعانا فقره عن مشروع شبكه اخباريه باسم اتكلم، شبكه اتكلم الاعلاميه، وهيكون معانا حوار ديني مهم مع فضيله الشيخ عبد العزيز النجار مدير اداره الفتوى بمجمع البحوث الاسلاميه وعضو لجنه الفتوى بالازهر، عشان نعرف منه حاجات كتير جدا تخص الدين الاسلامي الحنيف. وهيكون طبعا معانا فقره عن مئويه نادي الزمالك، ونحب نفكر حضراتكم انه اللي مش هيلحق يشوف فقراتنا او نازل دلوقتي او عنده اي حاجه او اي ظرف ان كان، يعني ممكن يشوفنا على اليوتيوب شانل بتاعتنا www.youtube/user/نهارك سعيد كلمه واحده، او يتواصل معانا على التويتر نهارك سعيد @twitter.com، او على الفيسبوك جروب بتاعنا نهارك سعيد. فقره الصحافه النهارده هيكون معانا استاذ احمد سامي متولي الصحفي بالاهرام والتعليق على اهم منشطات الصحف. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. جمعه 11/11/2011، ناخد اخباره سريعا من المصري اليوم. الصفحه الاولى: الرساله على الرمال، لن نسمح بتصدير الغاز لاسرائيل. والاهرام الصفحه الاولى: قانون منفصل لدور العباده غير الاسلاميه. ونرجع للمصري اليوم الصفحه الاولى ثاني، ومنشط مهم جدا يخص حكايه بقى 11/11/2011 دي، ووزاره الداخليه تغلق منطقه الاهرامات امام السياحه ثلاث ايام لمنع حفل الماسونيه. ونرجع للاهرام الصفحه الاولى: مشاورات حكوميه جديده بقياده دكتور شرف حول وثيقه دكتور علي السلمي. والشروق الصفحه الاولى: الجامعه العربيه لن تجمد عضويه سوريا. واليوم السابع الصفحه الاولى: مصر تحت تهديد حرب القرى والعائلات، 74 قتيلا ومصابا في اشتباكات بلطيم وسوق الثلاثاء. ودي حاجه تحزن، وتحت الخبر ده خطوط كتير. اليوم السابع الصفحه الاولى برضو: حزب النور السلفي يصرح لو حكم الليبراليون والعلمانيون فسنسجد اصنام بوذا في الشوارع. فسنجد اصنام بوذا في الشوارع. وده برضو تحتيه خطوط كتير جدا. والمصري اليوم الصفحة الثالثة: إسرائيل تدعو إلى تحرك دولي ضد إيران، وخامنئي: طهران سترد بكل قوتها. والخبر الأخير من الشروق الصفحة الثالثة: غدا الكشوف النهائية لمرشحي برلمان الثورة. يوم يعني حافل. نبتدي بقى من رسالة على الرمال من المصري يوم الصفحة الأولى: رسالة على الرمال، لن نسمح بتصدير الغاز لإسرائيل. وده أعتقد مرتبط بتفجير خط الغاز للمرة السادسة، وأعتقد أنها حاجة تكسب، يعني أن احنا سادس مرة الخط هي يتوسط. سادس مرة بعد الثورة، وسابع وكان في مرة قبل الثورة، فهي تعتبر سابع مرة. حاجة والله تكسب للأسف. وسابوا رسالة مكتوبة على الرمل، مفادها يعني إن مش هنسمح. هم اللي عملوا الحكايه دي، كتبوا رساله على الرمله انه لن نسمح بتصدير الغاز لاسرائيل. ده كان فين الكلام ده؟ في حته ده في العريش، في خط الغاز اللي بيغذي الاردن واسرائيل. يعني هم اكتشفوا بعد ما طفوا الحكايه انه ده مكتوب على الارض. طبعا. طب هم مين بقى؟ يعني احنا برضو مش قادرين نعرف. ملثمين بعربيتين جيب، وفي ناس بيقولوا ان هم متشددين اسلاميين، يعني مش لسه طبعا النيابه هتحقق وكده، لكن لسه ما ظهرش النتيجه بالظبط ايه. وما اظنش ان يعني ان هم هيتجابوا، لان طبعا حضرتك عارف خطوط ديت منتشره في الصحراء. طب هو يعني صعب سؤال حضرتك، هو يعني خط الغاز ده لما بيتفجر مره ونرجع نصلحه والتصدير الغاز بيقف وبتقع علينا غرامات، يعني تكلفه الحكايه دي بتطلع قد ايه تقريبا؟ لا طبعا يمكن مليارات مش ملايين كمان، لان انت هتوقف كمان ضخ الغاز داخل مصر في سيناء الفتره اللي جايه، وزاره البترول اعلنت بكده، وهتوقف ضخ الغاز للتصدير بصفه عامه. فطبعا ممكن يوصل لارقام ممكن توصل لمليارات لو توقف في فترات طويله. يعني احنا كده بنتاذي. طبعا بنتاذي داخليا وبنتاذي في يعني اللي هم كاتبين الناس ما تصدير الغاز لاسرائيل، هو مش كل واحد من حقه ان هو ياخد القرارات على مزاجه، وده مصلحه البلد كلها، ان احنا كده بنخسر يا جماعه، دي فلوسنا. طب يعني ايه الحل بقى؟ يعني احنا هنفضل في المسلسل ده لغايه امتى؟ هل في تحركات مثلا من الحكومه؟ في تحرك بس انا شايفه مش كافي. في انا هيعملوا شبكه رصد على المحطات، انذار مبكر يعني على المحطات بتاعت التصدير. طبعا المحطات دي محطه مقفوله، سهل قوي ان انت تعملها، لكن الانابيب اللي ماشيه في الصحراء دي صعوبه، محتاجه تكاتف بقى مجتمع مدني، تكاتف البدو نفسهم، محتاجه تكاتف ناس كتير قوي، مش هتبقى الامن بس هو اللي قادر يسيطر على الموضوع دوت. يعني زي ما بقول لك شبكه انذار، مش هتقدر تعمل شبكه انذار على كل خطوط
تصدير الغازي. والله هي حاجة غريبة إن إحنا يعني نبقى في بلدنا وكل شوية تفجر لنا خط غاز ومش عارفين نمسك اللي بيفجره ولا عارفين نقوم في الموضوع. يعني شكلنا قدام الدنيا كلها دلوقتي لما تيجي أي استثمارات عايزة تيجي مصر لما تشوف كده طبيعي جدا يقول لك مش قادرين يحموا خط الغاز بيتفجر منهم كل يوم، طب إحنا نيجي ليه؟ لا لا الاستثمارات علامة استفهام ويعني استفسار يوجه بشدة لحكومة الدكتور شرف. يا دكتور شرف ايه اخره اللي احنا فيه ده، اخره تفجير خط الغاز؟ يعني مطلوب من حكومه حضرتك ان هي ترد علينا او تقول لنا اخره الحكايه دي ايه او هنوصل لايه، لكن نظريه ان محدش بيقول حاجه دي ما ينفعش. والاهرام الصفحه الاولى منشط يقول قانون منفصل لدور العباده غير الاسلاميه. تمام، هو ده انفراد للاهرام النهارده. ده جاء القانون ده جاء استجابه من الحكومه لمطالب الشيخ الازهر الشريف وبيت العيلة اللي هو بيجمع الأزهر وبيجمع الكنائس المصرية. كان من حوالي أسبوعين اجتمعوا وقالوا ما ينفعش إن احنا نعمل قانون واحد، ما ينفعش إن الشروط اللي بتطبق على المساجد هي اللي بتطبق على الكنائس والمعابد. ففكروا احنا كمان عندنا معابد يهودية تاريخية في مصر يعني طب وبعدين ما تقدرش تمنع بناء معبد يهودي، لو حتى في طلب جديد لمعبد يهودي ما تقدرش تمنعه، يعني في تصاريح وكل حاجه والمحافظين يقدر يطلع تصريح لمعبد يهودي، مفيش اي مشكله. هو الثقافه خالص عندنا هي اللي هي اللي فيها مشكله في التعامل مع الاخر يعني. طب هو بالنسبه طبعا للقانون دوت هينظم الـ دور العباده غير الاسلاميه، لكن دور العباده بقى اللي هي ملهاش علاقه بالاديان السماويه ده محظوره حظرت في القانون دوت خالص. يعني مثلا يعني هو هنا بيتكلم عن اليهوديه والاسلاميه، اليهوديه واليهوديه والمسيحيه المسيحية. لكن الاديان الثانيه الغير السماويه ده هتحظر خالص ان هي مش هيبقى فيها حاجه، وفي شروط ميسره. طب في ايه بقى اهم ملامح هذا القانون ايه؟ اهم ملامح انه ساب التيسيرات اللي كانت موجوده في قانون دور العباده الموحد اللي كان بيعد وادى تيسيرات زياده. طبعا المحافظين المحافظ هو اللي بياخد القرار، الاسناد للمحليات هي الاسناد للمحليات ياخد القرار في البنى، والشروط في شروط ميسره برضو بالنسبه للمساحات والمسافات. هتبقى في حدود قد ايه؟ انا فهمت ان كان الكلام قبل كده على 300 متر. كان 1000 في القانون اللي فات، وهي 1000 طبعا مش كبيره قوي، هي 1000 متر ما بين مثلا دور العباده الحاليه والجديده. فلو حسبتها لو انا الحاليه هنا وفي 1000 متر بيني وبينها، يبقى انا لو ساكن هبقى ساكن في النص مثلا، هبقى بيني وبين اي حاجه تانية 500 متر. ساكن هنا بقى 300 متر، فالمسافه مش هتزيد عن 500 متر بالنسبه للمتجه لدور العباده، لكن هي 1000 ما بين كانت كده. انا عايز اعرف بس مساحه دور العباده نفسها، مساحه الارض اللي عليها دور العباده، لان كانت من اهم المناقشات كانت عليها يعني. تمام، والمسافه ما اوكي المسافه اتكلمنا عنها، المساحه بقت 500 في القانون ده، 500 في المدن و300 في القرى. و300 في القرى. المساحة هتبقى 300 بحد أدنى، 300 في المدن و150 في القرى حد أدنى. نتمنى تفعيل ذلك وإن احنا نوصل لصيغة أخيرة للموضوع عشان نحل الأزمة بقى، لأنها يعني أما هي أزمة يعني مش مفهومة. اللي احنا في حاجات كده عندنا اللي هو مشاكل بقى لها سنين مش فاهمين هي بقت مشاكل ليه، فمحتاجين ناخد قرار فيها عشان البلد تتحرك ونحل المشاكل اللي مالهاش معنى دي. هو مازال ملامح لسه، القانون بيبحثوه وربنا يسهل ويطلع قريب. نتمنى علشان ما حدش بقى يتدخل بإيده ويروح يعتقد إن هو بيطبق القانون أو الشريعة من وجهة نظره، ويبقى في قانون يسري على الناس كلها ويخلصنا من المشاكل دي ونلتفت لحياتنا بقى. برضه في المهم في تقنين لاوضاع الكنائس الغير مرخصه. هيبقى التقنين هيتم بأني شكل؟ برضه عن طريق المحافظين. برضه عن طريق المحافظين. تقنين تديها الرخصه او كده للكنائس الغير مرخصه. طيب نتمنى انه محلياتنا تقوم بذلك ان شاء الله. المصري اليوم الصفحه الاولى، واعتقد ده خبر اليوم الجمعه 11/11/2011، ووزاره الداخليه تغلق منطقه الاهرامات امام السياحه 3 ايام لمنع حفل الماسونيه اللي كان هيبقى الساعه 11 برضو. كان هيبقى الساعه 11 و11 دقيقه و11 ثانيه. بحس انه فيلم شويه كبير يعني، فيلم امريكاني قوي يعني. معتقدات يعني زي مثلا في الصين لما عملوا اولمبيات عملها يوم 8/8/2008 الساعه 8. مش هو تفاؤل ورقم ظريف وكل حاجه، لكن في ناس بتعتقد في الارقام. ده انا سمعت حكايات كتير اصلا على الموضوع، بيقولوا ان الكواكب تترص بشكل معين فيحصل مش عارف ايه، فالقوى الكونيه تعمل ايه وحاجات كده. وناس قالوا العالم كمان ده، في ناس قالت ان هو هيبقى نهايه العالم النهارده بالظبط. وناس يعني حتى اللي عاملين دعوه للبروجكت ده الاجانب، انا شفت النسخ الانجليزيه محدش فيهم جاب سيره رفع نجم داوود على الهرم. لكن هو المثير في الحكايه كلها انه في دعوات على الفيسبوك طلعت انه يا شباب نروح نصلي هناك من الفجر،
واخواننا المسلمين يحاوطوا اخواننا المسيحيين يحاوطونا زي ايام الثوره ونمنع ذلك. طب يعني لو الناس دي راحت فعلا وحصل ضرب نار زي ما حصل في ماسبيرو البلد كلها هتقع في بعض. كان الله يعفون القطاع السياحه يعني، هو مش ناقص. بالظبط. يعني نرحم السياحه، واعتقد انه قرار وزاره الداخليه ده قطع كل يعني هو مش 3 ايام، هم اتقفل يعني الخميس، طبعا الخميس بعد الساعه 4 كده كده بتتقفل الهضبه، منطقه هضبه الاهرام، هو يعتبر النهارده بس يوم 11، وبكره الصبح هيفتح الساعه 8 عادي. فالقرار يعني هو 3 ايام، بس هو فعليا يعتبر يوم واحد اللي هو يوم الحفله. اللي هو يعني لضمان انه كمان ما حدش يروح، اللي هو ايام سابقه عشان ما ما يعني ايام سابق يطمنوا خلاص، انه ما حدش يروح من الفجر او قبلها بيوم ما او هو كده كده الهضبه مقفوله، ما حدش يقدر يطلع فوق الهضبه بعد الساعه 4 يعني يعني هو في الايام هو تحت الطبيعيه. حمايه الجيش يعني ولا الداخليه؟ الداخليه، الداخليه الداخليه. اللي بتامن الهضبه. طيب الاهرام الصفحه الاولى، مشاورات حكوميه جديده بقياده شرف حول وثيقه السلم. دي مشاورات لنزع فتيل الازمه اللي حصلت ما بين القوى الاسلاميه بصفه عامه يعني، والوثيقه بتاعت الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء. هي المشاورات ديت هتجرى عن طريق اللجنه السياسيه اللي شكلها مجلس الوزراء، وهيقعد معاهم دكتور عصام شرف علشان يشوفوا ردود افعال القوى اللي رافضه الوثيقه الاول. انا عايز افهم حاجه، هم خلاف القوى الاسلاميه على الماده 9 فقط ولا على المبادئ اللي في الوثيقه لا، نفسها؟ عده مبادئ، يعني التسعه والعشره انا فاهم ان القوى مش السياسيه كلها مجتمعه ضد الماده 9 بما لها وما عليها، دي قصه رفضه. اتكلمنا فيها كتير، لكن القوى الاسلاميه معترضه ايه على حاجه تانية غير الماده 9؟ مواد تانية كتير في تشكيل اللجنه التاسيسيه للدستور، في حاجات طب هم كتير عاوزين فيها ايه؟ هم يعني هم طالبين ايه؟ طالبين ان البرلمان ينفرد بتشكيله، وده طبقا بما جاء في الدستور في التعديلات الدستوريه مش الاخيره زي ما مكتوب في الوثيقة انه يبقوا 120 80 في 20 منهم من المجلس و80 يتم اختيارهم ده من 20 كفاءات كمان الشعب. يختارهم البرلمان، مش لازم يكونوا من المجلس يعني، من ضمنهم ممكن يكون 15 واحد من بره المجلس، فهم عايزين هم يعني ال 80 ينفردوا دول كمان يختارهم المجلس العسكري بقى ولا ال يختارهم 80. البرلمان؟ لا، اتقال فيها مين، 10 منين 5 منين كده اتقالت، هي مين من مين اللي النقابات يختارهم يعني؟ والاتحادات وكده يعني مين يختار بيختارهم. الأشخاص نفسها مين؟ لا، كل جهة يعني، الاتحادات مثلا اتحاد كذا هو اللي هيجيب كذا، مثلا نقابة كذا ايه هتجيب مثلا رئيسها هتجيب كده، فلكن هي هتحدد وهتبقى يعني ما فيش حد بعينه هو اللي اختار، هم النقابات نفسها او الجهات نفسها المنوط بيها ان بالظبط هي ترشح من عندها ناس. بالظبط. فمش هيبقى في تدخل من اي جهة، لكن هي بتتحدد كمعايير. في برضو حاجات تانية كتير، الموضوع بقى ان مصر دولة مدنية رافضين طبعا الكلام وديمقراطية، ده خالص. كلمة مدنية مرفوضة خالص بالنسبة لهم، ان هي دولة ما يتحطش ديت في الوثيقة. طب ما هو في كلام ان هم عايزين يعملوا جمعة الجمعة الجاية بقى زي النهاردة كده، 18 نوفمبر يعملوا مليونات الوثيقة. المفروض انه ايه، دي محاولة لنزع فتيل الأزمة يعني، انه نلحق قبل يوم 18. طب لو ما وصلناش لحاجة يوم 18، قبل يوم هو 18 في هيحصل اجتماعات ايه؟ هتتم يعني، في اجتماعات بعد الاجتماع بتاع اللجنة السياسية، الدكتور علي السلمي هي 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 هيشوف ايه هي الانتقادات بالنسبة للوثيقة، وهيعمل اجتماع اخر هيدعو عليه كل القوى اللي ما شاركتش في الاجتماع، لان ما شاركوش في الاجتماع اللي فات يعني، القوى يعني الاسلامية ما يحاولوا شاركتش. يوصلوا لصيغة في الوسط ما بين ده الفريق. منتظر يكون في خلال الاسبوع الجاي، ممكن يكون الاثنين او الثلاث. وبرضه من جانبهم الجهات اللي رافضه هتعمل اجتماع يوم الاحد اللي جاي، طيب فهننتظر بقى يوم احنا الاحد. نتمنى ذلك، لكن ده خلاف على مدنية الدولة، اعتقد كل الناس مش مختلفة على الموضوع ده، طبعا هم مختلفين بقى، دي حاجة انا مش عارف هيوصلوا فيها الحل ازاي يعني. بس وبيعتبرها مرادف للعلمانية يعني، ما شايفينها كده. لا تعليق. الشروق الصفحة الأولى، الجامعة العربية لن تجمد عضوية سوريا. ده قرار المفروض النهارده في اجتماع مساء اليوم للجنة الوزارية هنا في القاهرة، وبيحاولوا يشوفوا مخارج أخرى بدل من هذا الخيار الصعب إن تستبعد عضوية سوريا من الجامعة. ده خيار صعب جدا، ده معناه ان كل المفاوضات اللي كانت بتتعمل الفتره اللي فاتت ومجموعه خطه العمل اللي دي كل ده هتفشل، هنخش في نفق مظلم. هما الحكايه اصلا في نفق مظلم ودماء تراق كل يوم ومش عارفين اخره الحكايه دي. بس ده مش هيبقى فيه حتى يعني بارقه الامل في التفاوض، ده هيلغيها لو اتخذ قرار زي دوت.